بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي يا سادتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسرح دولبي السينمائي الدولي بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بكم في حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمي. النهاردة يوم تاريخي يا جماعة، تاريخ المصري، أول مرشح مصري للأوسكار. إني بالطبع أتمنى الفوز بالأوسكار، لكني أعرف أنه لا يوجد منافسة مع المصري أحمد أمين. حقا إنه حفل رائع، لكني أتمنى رؤية الفرعون المصري المضحك. لقد قبلني عمرو واكد من قبل، ولكني أتمنى أن يقبلني أحمد أمين أيضا. أعرف أن المصريين يقبلون جيدا جدا. يا نهار أبيض عليك يا أحمد أمين، وهو أهو وصل 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 الفرعون المصري كوميديان العالمي أحمد أمين. يا نهار أبيض عليك يا أحمد أمين، جاي مصري أصيل بتاكسي مصري قديم. إيه الشياكة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ فنان يا ابني والله احمد امين. يا جماعة على السجادة الحمراء حمراء حمراء حمراء، بالتوفيق يا ابني النهاردة هات لنا اوسكار المصريين. كل المصريين مستنيينك تجيب لهم الاوسكار النهاردة. الثواني بتعد، 90 مليون ايد مرفوعة لربنا، كله بيدعي ويقول يا رب. الوطن العربي كله بيتزوج الامين الامين. هتعملها ولا ايه؟ هتفرحنا ولا ايه؟ كلنا مستنيين يا ابني والله، ربنا معاك، قادر يا كريم تجيبها، قادر تعملها. جائزة اوسكار افضل ممثل تذهب الى، اوه كم ارغب في العمل معه وتقبيله، انه الفرعون المضحك احمد امين من مصر. والله حقك يا الامين، والله فرحت اليوم بيروس يا فنان يا قدير. روعه روعه روعه، حلوه حلوه حلوه، ذهبيه خالصه اوسكار مصريه. جاوب عليا وقول لي واتس اباوت يور فيرست اوسكار يا استاذ احمد. مبروك لمصر والمصريين، جايزه اوسكار المصريين للفنان احمد امين.